أكيد هو مو منصب، أكيد هو المدرب منصب، مدرب قائد منتخب العراق وكان مساعد للمدرب الوطني، مدرب منتخب، وأيضا مدرب هو يعمل في أوروبا، وبالتالي أكيد هو منصب. مدرب الرجل قدم كل ما عنده، ولكن الآن ارتئينا أنه نجد أنه من الضرورة أنه تغيير الكادر التدريبي، وبالتالي بالعكس أنا أشعر هذا الرجل عمل بكل جد وإخلاص وتفاني من أجل خدمة الكرة العراقية، وكان حريص جدا، وللأمانة يعني ما لمسناه من عنده خلال الفترة الماضية حتى شخص محب للعراق بشكل كبير، وكان متواجد طول الوقت، ولكن يمكن النتائج أو الظرف اللي عمل بمكانه الظرف المناسب، وبالتالي أعتقد أنه لن نحمل الأمور أكثر من طاقتها.